جهاد بيك حضرتك بدك يعني؟ لك كمان اليوم ما قمت وفتحت البرادي لك جهاد؟ ما بيصير هيك، هي قربت تخلص، الألوان كتير قريبة من بعضها، كيف بتميزهم بدون ضو؟ وهذا بنفتحه كمان. أختك إجت على البيت. شفتها وقت وصلت. مو قلت لك رح تجي؟ مستحيل تتركك لحالك. شو مو حابب تحكي معي؟ حاجة غلط، احكي لي شو في؟ بدي اياكي تكوني جنبي وبس، خليكي هون ولا تروحي وبس. بس أنا ما بدي ضل واقفة هون وأسكت، حابة نحكي مع بعضنا شوي. أنت ما رحت وحضرت الجنازة، حتى ما استقبلت اللي إجوا عزوكم. قد ما هربت ما فيك تهرب من أختك، يا ريت إجيت على الجنازة وبكيت شوي. يمكن لو صرخت وودعت أبوك كنت بترتاح. ما بيصير تضل حابس بقلبك جهاد. بدك صرخ؟ يعني برتاح؟ يلا قوم جهاد. لا مستحيل، لا يلا تعا. ما رح اقوم جوري، خلص جهاد. انا ما اسمع بدي اقوم. كلمتي، الله قوم يوفقك. شوف. يلا صدقني انه رح ترتاح. يلا 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 اسمعني منيح، رح نصرخ سوا ماشي؟ لا ما بدي جوري. وافقت انا عنك. ليك بلش، 3 2 1. اوه انت تركتني لحالي وراح. أبي يا شيوري تركتني وراح. خلص تمام تمام، ابكي قد ما بدك. جوري بدي أبي. ابكي وطالح كل شي بقلبك. جوري جهاد تمام، لا تخاف. شو بك؟ جهاد كان عم بيصرخ وأنا يلي قلت له يعمل هيك. سمعت صواتكم، كنتوا عم تصرخوا. ايه مو مشكلة اذا صرخت بترتاح. كنت خايفة تكون حالتك اسوأ من هيك. تعرف انه مالك متغير؟ حتى الغرفة ما تغيرت مثل ما هي، اللي زمان ما شفتها. سنتين يعني؟ بقصد انه اخر مرة جيتي من سنتين. عندي شغل وبدي انزل. جهاد انا رح اروح. الظاهر عندك هواية جديدة؟ لا من زمان كتير. المفروض انه ما يتشتت تركيزك، ولهيك ما رح ضل كتير. بس كل يوم كل يوم
كل يوم رح تجي لعندي، كل يوم. حلو. طبعا كل يوم مشان شوفك. تشوفيني بدون ما تطلعي بوشي؟ مروان بيك، بتمنى تخبرني بأي جديد بتعلق بالوصية. أكيد علي خانو. أنا رح شوف جهاد شوي. مروان بيك بده السيارة خالدة. جاهزة وصارت على الباب. شوفك مروان بيك. شكرا لك. يلا بشوفك. أكيد بشوفك. تفضل. أنت شو رح تعمل؟ بالأول رح أمره على الأوتيل، ومن هنيك رح أمره على المستشفى. لازم شوف شو الوضع. أنت؟ عندي شغلة. وهي إجا اليوم كمان. إذا بتحبي بوصلك. لا، فيك تفهميني شو قصتك مع هالرجال بقى؟ واضح إنك خايفة. يا بنت، لا تكوني خايفة يحكي كل شيء قلتي له إياه قدام الكل. لا، هو غليظ وتقيل دم. آه، شوفي، عم يرفس. آه، أي والله عم يرفس. آه، حسيت فيه أخي، حسيت. يا روحي. شو هاد؟ جهاد. جهاد اركضي، ديري بالك. لك ما بدي امشي. جهاد ما بدي. جهاد ما بدي امشي. ما بدي اشوفها. لك قلعيها، خليها تمشي من هون. جهاد ما بدي اشوفها ابدا. ما بدي اشوفها. امشي امشي. ما بدي اشوفها. امشي. يا جهاد وقف. قلعيها. ما بدي اشوفها. هاي بوختي. جهاد جهاد شوفي، جيت لأحكي معك. مين عصبك؟ مين ما بدك تشوف؟ تروح هديك. ما بدي حدا ما بحب بابا يجي يشوفني. أختك ما بتحب أبوك جهاد؟ لهيك عصبت منها؟ أنا كمان رح أعصب منك. أختك روح، بروح، خلوها تروح. ما بدي شوف وشها. شو روح جهاد؟ ما بدي شوفها. جهاد شوري بالبيت. ما بدي حدا. ما بدي حدا. جهاد اسمعني، أنت مبارحة ما قلت هيك، واليوم تغير كلامك. أنت متضايق من أختك لأنه هي ما عادت طلعت على غرفتك، صح جهاد؟ ما بدي اشوف وشها جوري. انا بعرف من شو مزعوج، لانه لما بتحكي معك ما بترفع راسها وبتطلع بوشك، وبدك اياها تروح لانه بالبيت وما عم تقدر تشوفها. إذا راحت إجباري رح ترجع تجي.
Ha ha ha.